مرحبا بهمكم التكنولوجيا. مستر تك اليوم معكم حيكون عم نحكي عن اخبار وانبوكسينج لشيء مميز واخبار كمان حصريه. خلينا نبدا مع اول خبر حصريا. مستر تك كنا موجودين مع تلفزيون الفجيرة بحفل لسامسونج باطلاق شيء سموه السمارت ثينج هوم، كيف نعمل بيت ذكي. بالميديا سيتي تم الاعلان عن هذا الشيء بكذا بارت وبكذا زون، كان موجود شيء للجيمز، شيء للبيت، شيء كان للفتنس، وكيف ممكن ندمج هذا الشيء مع بعض ونكون عندنا سمارت هوم مثل ما عم يحكوا عنه او مثل ما سموه السمارت ثينج هوم. طلع المدير وحكى عن الاربع اقسام، مستر سونغ هيون لي، ان شاء الله اكون قلت اسمه صح، حكى عن انه كيف سامسونج عم تهتم بهذا الموضوع، وانه كيف بعدين فيما بعد حيكون انه كل شيء حوالينا ذكي لراحتنا اذا عم نستعمل اكيد منتجات سامسونج. اهم شيء عجبني خلال التغطيه استوديو، وهذا الشيء الجديد اللي عملته سامسونج ككونتنت كريتر، كصناع محتوى. اذا احنا ما عندنا استوديو مثل مستر تيك مثلا، حابين نعمل ريفيو لشيء لسامسونج، تفضلوا اهلا وسهلا فيكم، عملنا لكم استوديو جرين سكرين مع إدت كمان، فوتوا صوروا اعملوا اللي بدكم اياه، منجوا وطلعوا الفيديو على السوشيال ميديا باي سامسونج. واذا كنت كمان مش باي سامسونج، هذا الشيء اعطيكم اياه ببلاش، فوتوا اعملوا حجز واعملوا الفيديو اللي بدكم اياه. تعليقي على الموضوع او على الخبر الاول من سامسونج، شكرا يا سامسونج انه عم تنتبهوا وعم تهتموا بهذا الموضوع لصناع المحتوى، ان شاء الله شركات تانية بتكمل بهيدا الموضوع. ومضلنا مع سامسونج بالخبر التاني عن الـ S23، مزبوط مثل ما سمعتوا S23 بلشت الاخبار تطلع من كتير اشخاص انه سامسونج الجديد الالترا والنسخة العادية من الـ S23 حتكون ما فيها تغييرات كتير بالشكل، اللهم انه يمكن الرينج مطرح ما موجود شوي حيكون بارز، بس الشكل نفسه حيضله مثل ما هو تقريبا، مثل ما حكينا عن الفولد الفور ما تغير عن الثري، ولكن لجوة هو اللي تغير. بيقولوا انه، واهم التسريبات بتقول انه الاس 23 حيكون الكاميرا اللي عنده اياها الامامية حتكون 12 ميجا بيكسل، ورح يكون في عن زوم 10x. اما هذه الاس 23، اما نسخة الالترا حتكون عنا الكاميرا الامامية 40 ميجا بيكسل. هاي التسريبات بالنسبة للبطارية، وبتمنى تكون القصة او الخبرية مزبوطة مع البطارية، لانه الناس كانت عم بتعاني بالاس 23. نسخة العادي الجالاكسي الاس 23 حتكون بطاريتها 4565، ما بعرف اذا اشاعة ولا لا، والالترا حيكون عنا اياها بسعة 4855، او ممكن حتى توصل لل 5000 ملي امبير. ان شاء الله يكون الخبر كويس، ان شاء الله يكون الخبر منيح، وان شاء الله يكون ما تنزل بالمعالج تبعون الاكسينوس، تكون عنا المعالج الجديد مثل ما صار معنا بالفولد هلا الفور، وصارت بطارية داين أكتر أكيد بسبب المعالج. هيدا خبرنا عن سامسونج. أكيد تتذكروا الروبوتات تبعون بوستون دايناميك، دايماً بحكي بمستر تيك عن الرجل الآلي. خبرية بتقول إنه الشركة طلعت وأعلنت إنه هدول الرجل الآلي أو اللي عم يصنعون الروبوتات مش حيتم بيعهم لأي نوع من الجيوش كرمال الأمن وكرمال الحماية، وهو حيكون بس موجود للتمرين ولأغراض تقنية وأغراض صحية، وإذا بتكون إنقاذية. ما بعرف قديش صحة هذا الموضوع، بتمنى هذا الشيء يكون صحيح، لأنه بتمنى بكونش فيه أصلا حروب بهذا الموضوع، لكن هيك الشركة قامت وأعلنت. بدنا نضلنا نشوف بالأخير إذا قدي المصاري اللي حتندفع لها، إذا ممكن يرجع يغيروا رأيهم أو لا. وأخيراً تسلا هتعمل شاحنة. حلم كل واحد يشتري سيارة تسلا، سيارة كهربائية. ومثل ما سمعنا مؤخراً أنه في كتير ولايات بأمريكا بال2035 حتوقف تصنع سيارات تمشي بالديزل أو بالبنزين. خبرية بتقول أنه تسلا أعلنت أنه أطلقت أول سيري لشاحنات، أو حتطلق أول سيري للشاحنات الكبيرة، وحيتم تسليم أول دفعة بواحد ديسمبر لشركة بيبسي. هاي مش دعاية بس، يعني
بنشوف تسلا شو ممكن تعمل بشاحناتها وكيف حيكون شكلها. خبرنا الثاني عن شركة جوجل وهواتف بيكسل. الهاتف اللي ما بينزل عنا على السوق وبيعمل إزعاج وبيعمل دوشة والناس كلها بتروح تشتريه وبتروح بتشوف كيف بدأ. مجرد ما طلعت الخبر انه بيكسل 7 يا جماعة تم الإعلان عنه والبرو، يهاب كيف أنا نشتري؟ خبرية بتقول انه الجهاز او اللي تأكدنا منه من بعد التسريبات انه الجهاز جاي نفس الشكل تقريبا البرو والعادي، وان كانت الجوجل او الصفات اللي الزيادة اللي حطينا مثل انه صار فيه مثلا VPN اذا عندين اشتراك بيطلع لكم ببلاش، وقصص تانية موجودة مثل مثلا الريكورد انه نسجل الصوت ويطلع تاكس، هذه كانت موجودة قبل ولكن اشتغلوا عليها اكتر. النسخة البرو جاي الحجم الشاشة 6.7 QHD من نوع ال LTPO AMOLED والتحديث اللي عنا 120 هرتز. في كتير أخبار وفي كتير قصص طلعت وصار في عنا أخيراً الأرقام المضبوطة. بالنسبة لي بلاقي إنه نشتري هاتف Pixel 7 أو Pixel 7 Pro أنا لا أحبذ هذا الشيء، لأنه خاصة بالدول العربية إنه ما بيدعم ال 5G وما في له وكالة، يعني بنزل بأوروبا بنزل بأمريكا، بس أنت إذا صار معك مشكلة اشتريت الجهاز هتصير تبرم منه وين نجيب له حتى كفر يا جماعة. خبر التاني بيزعل شوي، مش بيزعل، صار الموضوع مزعج مع انستغرام. بتقول انستغرام انه حيتيح المزيد من الاعلانات، وصار يعني من كل 3-4 بوستات بتشوفهم حتلاقي اعلان، خاصة اذا انت عم تستعمل جهاز اندرويد. كترة القصة وصارت زيادة جماعة الميتا، لأنه عم يخسروا إذا كانوا فيسبوك أو إذا كانوا الانستغرام، خاصة فيسبوك، فصاروا بدون يزيدوا الإعلانات تبعهم. صرت بدك تحضر محتوى وتشوف صور حيطلع لك إعلان ورا كل إعلان إعلان، هذا الشيء مزعج خاصة لهواتف الأندرويد. مثل ما حكيت من شوية يمكن جماعة الآي أو إس فيك تحكموا فيها أكتر وصار في عليها ستريكت هيك أكتر. انا بقول لانستغرام يا ريت بتعملوا فيما بعد نسخه مدفوعه ونسخه مش مدفوعه، خلي العالم تنبسط وترتاح اكثر مثل ما عملت جوجل لان او مثل ما عمل اليوتيوب، لانه يعني بس خلص بحضر دعايات، انا بحضر بقى محتوى صرت. هيدا الخبر بدكم تنتبهوا عليه وتسيفوه عندكم، تحافظوه عندكم وتشيروه، تعملوه ريل وتشيروه مع أصحابكم، لأنه بيهم سلامتكم خاصة إذا عم تتصفحوا عن طريق الويب كروم. بيقول الخبر أنه أكثر ويب معرض للإختراق هو الكروم، إذا عم بتسيفوا الباسورد تبعكم كل شيء عندكم على جوجل كروم وقفوا هيدا الشيء، لأنه كتير سهلة انه يتم اختراقهم. اجا بالمرتبة الثانية عنا يا موتزيلا فايرفوكس، مايكروسوفت ايدج اجا بالمركز الثالث، سفاري اجا بالمركز الرابع، واوبرا هو طلع افضل متصفح للاختراق. اذا حدا بده يفوت يخترقكم هو افضل متصفح، بتعرفوا الايكون الاحمر تبعه هذا، خلوه عندكم تتصيروا فيما بعد تستعملوه افضلكم للتصفح. اكيد عم نحكي هون بالامان، كنا عم نحكي عن تسلا. ايلون ماسك الزلمة اللي عامل عجقة يعني قرر، يا بدك تشتري تويتر يا بدك تشتري تويتر تعمل حساب، يعني بلش تكسر الحصالة ونشوف الشباب مين فيها يجمع مع بعض مصاري، لانه طلع هلأ عن جديد وقال يا جماعة انا بتراجع، انا اني قلت انه انا ما بدي اشتري تويتر وحاشتري تويتر بالمبلغ اللي انا حكيت عنه من قبل ويمكن سميه اكس هيك. بدك تشتري تويتر ولا لا بالاخر؟ خبرنا الاخير قبل الاعلان، ما بدي اقول يعني الحرب اللي كانت صايره بين ابل والاتحاد الاوروبي، القصه بلشت بس شالت ابل الشواحن تبعها. طلع الاتحاد الاوروبي قال لا بدك تحط الشواحن يا ابل ويا جماعه الايفون، انا شاري تليفون لازم يكون في معه شاحن. بعدين طلع الاتحاد الاوروبي قال في شيء اسمه تلوث تكنولوجي، فلا مش هنرفع الدعوة مش هنكمل بهذا الشيء، بس رجعوا طلعوا بخبرية تانية الاتحاد الأوروبي وقالوا كل الشواحن لازم تكون تايب سي. دبروا راسكم. أبل حدا لما إجينا جواب رسمي من الموضوع لازم يكون في الاتحاد الأوروبي قال إنه
لازم يكون في شاحن، بحس انه عم يحكوا عم يقولوا ابل بس او بيستعملوا ايفون بس، لازم يكون في شاحن، او اذا بدكم فيكم تحطوا علبه ما فيها شاحن بس تحطوا انه هذه العلبه ما فيها شاحن، فاذا انا عندي شاحن قديم بروح بشتري الهاتف بدون شاحن. ما بعرف يعني، لانه الخبر منيح بخاصة اذا عم نحكي التلوث التكنولوجي، والخبر مش منيح لانه المقصود فيه هي شركه واحده بس. هذا كان كل شيء لليوم، اخبار كانت منوعه، روبوتات وايفون وتويتر وغيره كتير. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا اللايك، اشتركوا بالقناه، واذا حابين تعرفوا اخبار تانية اذكروا ليها بالتعليقات. سلام.